الله أكبر 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد والحمد لله مبارك فيك ما تحب وما تحمد الله أكبر الله أكبر واهدني واجبرني الله أكبر 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. قال تعالى في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى مخاطبا لنا في شأنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال لنا في شأنه أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين، وعن أصحابه الغر الميامين، وخصوصا خلفاءه الراشدين الذين قال في الاقتداء بهم عند اختلاف المختلفين: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وخص بالذكر من بينهم أبا بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وللخلفاء الفضل جاء مرتبا، وهو بترتيب الخلافة يقتدي، ومن لم يرتب وفقها ناقدا لهم فشر جهول في الشريعة ملحدي، ومفضولهم يختص طورا بخصلة فيعلو على الأعلى بفضل مقيدي. أما بعد، فإن يومنا هذا شرعه الله تعالى لنا عيدا لنتظاهر فيه بحمده وتكبيره، فرحين مسرورين بعد صيامنا وقيامنا لرمضان، فرحين مسرورين للظن بربنا محسنين، ملاحظين قوله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. فنحن والحمد لله محسنون الظن بربنا، على رجاء من أنه غفر لنا في هذا الشهر وأعتق رقابنا من النار. نحن على ظن عظيم من ذلك، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فنحن فرحون مسرورون بك حمده تعالى وتكبيره، متظاهرون مؤكدين مجددين المحبة فيما بيننا، محققين وحدتنا في ديننا وفي وطننا، ممتثلين مجتنبين قول ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقد أمر تعالى في هذه الآية أمرنا أن نتمسك بمحكم كتابه وصحيح سنة نبيه مجتمعين غير متفرقين، مجتمعين غير متفرقين، متحابين غير متباغضين، متآلفين غير متنافرين، متعاونين على البر والتقوى غير متخاذلين، شاكرين لله نعمه علينا. وإن من نعمه علينا التي علينا أن نذكرها وأن ننوه بها أن وفق الله سبحانه وتعالى رئيس بلدنا هذا، وفقه إلى ذلك التعاطي الإيجابي، ذلك التعاطي الإيجابي في مختلف المجالات، فانسد به باب النعرات والخصومات والصدامات، واستتب به الأمن والاستقرار، وانفتح باب المضي قدما في التقدم والازدهار. إننا لنشكر الله تعالى على ذلك، وإننا ننوه بهذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكرنا ملموس معروف لا يختلف فيه اثنان. وإذا كان العلامة محمد سالم بن عدود رحمه الله تعالى قال في أبيات له مخاطبا الرئيس الأسبق معاوية والسيد أحمد للطايع، قال في أبيات يهمنا مطلعها، إذ يقول له فيها معاوي: إني لست بالمتزلف ولست لقرض الشعر بالمتكلف، فأنا أتأسى به وأقول: محمد إني لم أكن بالمتزلف ولست لقرض الشعر بالمتكلف، ولكن بما من حكمة في سياسة تسوس بها وفق الشريعة نحتفي، ولكن بما من حكمة في سياسة تسوس بها وفق الشريعة نحتفي. نعم، نحتفي بتلك الحكمة التي أفضت إلى شد لحمتنا الوطنية، أدت بنا إلى أن نتآلف فيما بيننا، وأن نلاحظ قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بتقوى الله تعالى، ملاحظين قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، نحتفي بتلك الحكمة، أقولها مرة أخرى، والوجه في ذلك وجه شرعي، ألا وهو أن قائد المجتمع يتكون رأيته على وفق توجهه، فلذلك كان من الآكد أن يكون على استقامة وأن يكون على سبيل قوي، وأن ينوه بذلك السبيل القوي، وبإذن الله تعالى تكون الرعية على ذلك السبيل. ولقد صدق القائل: تلقى الأمانة على حياض محمد صلى الله عليه وسلم، تلقى الأمانة على حياض محمد ذولاء مخلفة وذيب أطلس، لا ذي تخاف ولا لذلك صولة، تهدى الرعية ما استقام الريس، تهدى الرعية ما استقام الريس. لذلك نحن ذكرنا ما ذكرنا، تهدى الرعية ما استقام الريس. نسأل الله المزيد من التوفيق ومن التثبيت له ومن التثبيت لنا ومن الاستقامة على سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإن مما فرض الله تعالى لنا علينا في هذا اليوم العظيم أن نتقرب إليه بإخراج زكاة الفطر، فلقد فرضها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أن تخرج قبل الصلاة، أخبر أنها إذا أخرجت قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإذا أخرجت بعدها فهي صدقة من الصدقات. وعلى كل حال هي لا تسقط بمضي وقتها، شأنها شأن الفرائض
التي قضاؤها يجب لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. قد حدد صلى الله عليه وسلم هذه الفطرة، هذه الزكاة، حددها بالصاع، ومقدار الصاع بالوزن المتعارف عليه اليوم كيلان وليبر على سبيل التقريب، كيلان ونصف على سبيل التقريب، هكذا حدد صلى الله عليه وسلم قدرها. ولقد أخرجها من أغلب ما يقتاته الناس على زمانه، لذلك كان الذي تخرج منه هو أغلب ما يقتاته الناس في شهر رمضان، والذي يغلب اقتيات الناس له في هذا الشهر هو القمح ومشتقاته أو الأرز، ومنه ينبغي أن تخرج، فهي ينبغي أن تخرج من أغلب ما يقتاته أهل البلد، وذلك الذي به الفتوى عندنا وعند معظم علمائنا. وأقول للذي يرى أن يخرجها بالنقود، أن يخرج قيمتها، تقبل الله منك ما صنعت، إلا أنك إذا أخرجتها من أغلب قوت البلد فعلت ما لا خلاف فيه، وإذا أخرجت القيمة ففي ذلك خلاف. وقد رأى بعض أهل العلم لأن في ذلك سعة وأن فيه خير، وأنا أقول تقبل الله منه ما صنع. هذه الصدقة تخرج كما قلنا بعد طلوع الفجر وقبل الخروج إلى هذه الصلاة، ذلك وقتها المختار، ولكنها لا تسقط بمضي زمنها. هذه الصدقة يخرجها كل مسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من الأبناء إلى أن يبلغوا، والبنات إلى أن يتزوجن، ومن الأبوين المفتقرين إذا كانا مفتقرين. هذا الذي تخرج عنه هذه الفطرة وتدفع للحر المسلم الفقير، تدفع له. فجدير بنا أن نكون قد أدينا هذه الفريضة، فإنها شرعت كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وكما جاء ذكر أهل العلم أن رفع أجر صيام رمضان وقيامه موقوف على إخراجها، فجدير بنا أن نبادر إلى إخراجها. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فإن الله تعالى أخبر أنه يبتلي عباده، يمتحنهم ويختبرهم بالشر والخير، لينجح في ذلك الامتحان ممتثل أمره ومجتنب نهيه، ويخسر من لم يكن كذلك، من لم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه. فقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي هذا الصدد قد تقرر حسب قول الفلكيين أن العالم يواجه ما يعرف بتغير المناخ، ومن تداعيات تغير المناخ قلة المطر، انحباس المطر، وانحباس المطر تداعياته متشعبة مخوفة معروفة. فلذلك على المؤمنين المستبصرين ببصائر كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يلاحظوا قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يلاحظوا قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا،
وأن يبادروا بالرجوع والتوبة إلى الله تعالى عملا بمقتضى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عسى الله أن يكشف عن عباده هذه العقوبة، فلقد قال تعالى في محكم كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وجدير بالمؤمنين أن يشد بعضهم أزر البعض عملا بمقتضى قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه ليضرب مثلا لما يجب أن يكون من التعاون فيما بين المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، يشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلمين أيضا وخصوصا ولاة الأمور أن يوجهوا بإعداد الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية عملا بمقتضى قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز واستعن بالله. وبالجملة فإن الله تعالى يقول مخاطبا عباده: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه الحياة المذكورة في هذه الآية تعني درء المفاسد التي تضيع تلك الحياة، وجلب المصالح التي تحققها، والاتصاف بمكارم الأخلاق التي تحسنها. هذا ما تعنيه تلك الحياة التي أخبر الله تعالى وأمر أن يستجاب لتحقيقها. فعلينا أن نعمل على تحقيق تلك الحياة بدرء المفاسد التي تضيعها، وجلب المصالح التي تحققها، والاتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات التي تحسنها. وعلينا أن نلاحظ أن الله قال أيضا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيد علينا هذا اليوم عاما بعد عام، وعلى الأمة الإسلامية جمعا، بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، والمضي قدوما في الأخذ بدينك وتحكيم كتابك وسنة نبيك. اللهم أعده علينا بالأمن والإيمان والتقدم والازدهار عاما بعد عام. اللهم ولا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا داء إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من رام بلدنا هذا أو بلدا من بلدان المسلمين بزعزعة أمن واستقرار
فاشغله بنفسي، واجعل تدميره في تدبيري، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم كن للمستضعفين المضطهدين المقتلين المشردين من المسلمين أينما كانوا. اللهم كن لإخوتنا في فلسطين، اللهم كن لإخوتنا في فلسطين، اللهم كن لإخوتنا في فلسطين. اللهم لا يخفى عليك ما تقوم به الصهاينة الغاصبون الظالمون من تقتيل وتشريد وتهجير قسري. اللهم لا يخفى عليك ما يفعله أولئك الظالمون الغاصبون بإخوتنا المسلمين هناك. اللهم ولا يخفى عليك انتهاكهم لحرمك القدسي ثالث الحرمين. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين الظالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم واجعل القدس الشريف عاصمة للدولة الإسلامية الفلسطينية. اللهم وحرر المسجد الأقصى من أيدي أولئك، واجعله في أيدي المسلمين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم واحفظ بلاد الحرمين الشريفين من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومؤامرة المتآمرين. اللهم احفظ تلك البلاد وأهلها. اللهم واحفظ أهل اليمن، اللهم وفقهم لما توجهوا له من التوافق فيما بينهم. اللهم واجمع كلمتهم على الحق. اللهم وكفهم شر من يريد تشتيت شملهم ويريد أن يبقوا على ما هم عليه من التشرذم والتقاتل فيما بينهم. اللهم وحد قلوبهم ووحد كلمتهم على تقواك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم كن كذلك لإخوتنا في العراق، وكن كذلك لإخوتنا في سوريا، وكن كذلك لإخوتنا في ليبيا، وكن كذلك لإخوتنا في تونس. اللهم وكن لإخوتنا في السودان. اللهم ألهمهم رشدهم، اللهم ألهمهم رشدهم. اللهم وفقهم أن يجنبوا بلدهم وشعبهم تلك الويلات التي نشأت عن ذلك التقاتل التي يخشى أن يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. اللهم ألهم أولئك رشدهم، وإننا لنوجه الدعوة إلى المجتمع الدولي عامة وإلى المجتمع المسلم خاصة أن يعملوا على الضرب على أيدي أولئك ليتوقفوا عن ذلك الفساد وعن ذلك التقتيل وعن ذلك التشريد، وأن يجلسوا إلى طاولة المفاوضة وأن يحلوا في مشاكلهم فيما بينهم بالحوار البناء. اللهم اهدهم وألهمهم رشدهم، إنك على ما تشاء قدير. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، إذن نقلنا لكم صلاة عيد الفطر المبارك هنا من جامع ابن عباس. هذه الصلاة التي أداها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني إلى جانب معالي الوزير الأول وأعضاء الحكومة والسلكي الدبلوماسي الإسلامي المعتمد في العاصمة نواكشوط، وجموع كبيرة من المصلين أدت صلاة عيد الفطر هنا بجامع ابن عباس. إذن تشاهدون معنا مشاهدينا الكرام هذه الصور وفخامة رئيس الجمهورية في هذه اللحظات يغادر جامع ابن عباس هنا بالعاصمة نواكشوط. إذن لكم تحية من فريق العمل الذي نقل لكم صوتا وصورة هذه الصلاة من جامع ابن عباس. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.